طيب سلام عليكم يا رجاله، فيديو جديد. فيديو النهارده عن تطهير الارقام، عن حزم الارقام عن طريق الجيميل، ازاي تحظى اي رقم عن طريق الجيميل. جايب لك الطريقه اللي انا شغال بيها، اللي انا بطهر بيها حرفيا يعني. طبعا الطريقه من التصميم عشان محدش يهبط في الكومنتات او حد يقول انه سريعه، وعايز حد يطلع يقول انه سريعه كده عشان اهينه يعني بمعنى الكلمه. تمام، طبعا الطريقه اللي عاملها زي ما بقول لك كده ستة. تمام، طبعا ناس كتير نزلت طرق حظر عن طريق الجيميل بس مش شغاله يعني. تمام، دي الطريقه اللي شغاله ويعني بطهر بيها على طول. تمام طبعا، بس قبل ابدا في الطريقه بقى تنسى تصلي على النبي وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتفعل الجرس عشان يصلك اشعار بكل جديد منزل. طبعا الاكواد هسيبها لك في الوصف. طبعا لازم تكون مشترك في القناه عشان تعرف تنزل الاكواد دي. تمام، طبعا زي انت مش شايف كده حاجه جامده، زي انت مش شايف كل حاجه مرتبها لك والموضوع لوحده وكل حاجه لوحدها. طبعا بقى نتكلم بقى عن حوار حظر الارقام دلوقتي يا اسطى. انا نازل البندين بتوعي طبعا. تمام، البندين، البند المشترك والبند التاني. تمام، بيطير الارقام عن طريق روما. طبعا ناس كتير بتكلمني بتقول لي اللي انا جاي اضيف روم، فبيقول لي اتعذر ومش عارف ايه، عايز دعوه وكده، فاللي هو قافل الرومات. طب بمعنى صح انه قافل الرومات، فاللي هو انا عايز اضيفه برضه، فاللي هو ما بيتضافش كده. وفي ناس تانية بتعمل تيجي تعمل بالرقم الفيك الروم، فالرقم الفيك بيطير. دي تاني طريقه برضه. تمام، دي المشاكل اللي بتواجهك. طبعا جبت لك النهارده الطريقه عن طريق الجيميل، اسهل حاجه الجيميل. تمام، مفيش اسهل من كده. طبعا الفيديو كله مش هيكمل 5 دقايق، مش هيكمل 4 دقايق كمان، فاللي هو اكمل الفيديو الاخر عشان في فك الحظر وحظر الارقام لازم تكمل الفيديو من اوله لاخره. تمام، الفيديو طبعا سهل خالص كل حاجه يعني، مش هيكمل معاك دقيقتين وهتحظر الرقم. تمام، اول حاجه لازم تكون عامل جيميل جديد او قديم، بس يا ريت يكون جيميل جديد. تمام، مثلا افترض ده جيميل. تمام، هتعمل ايه؟ عندك ايه والموضوع نشره الكترونيه، خش بقى كده الملف اللي هسيبه لك نفس الشكل كده افتح معاك. تمام، اول حاجه است هنا بقول لك الطريقه اول مره في المجال. تمام، الطريقه اول مره في المجال، الطريقه شغاله. تمام، طبعا ناس كتير نزلت زي ما بقول لك كده بس مش شغاله. تمام، طبعا الاكواد دي من تصميمي وانا اللي شغال بيها. تمام، فالطريقه اللي انا بعملها وبتنفع معايا فبنزلها لكم. تمام، طبعا كله عايز يحضر عن طريق الجيميل، فجبت لك الطريقه. تمام، يا ريت هراي دعم بقى الفيديو ده وكومنتات وكده. تمام، طبعا اول حاجه جيميل الشركه است اللي هو ده كده، تاخده نسخه كده. طبعا هيفتح معاك ملف بنفس الشكل الجمدان ده، عندك ايه؟ لا تدوس لاست كده اللي هو جيميل شركه واتساب. الموضوع بقى اسطى، انت شايف الكلام ده كله كده؟ ده كده هو الموضوع اهو، ده الموضوع ادي ونسخ برضه. تمام، الموضوع اهو، طبعا كل حاجه سهله زي ما انت مش شايف كده عشان اوريك كل حاجه. طبعا الموضوع انت كتبته رساله الكترونيه اللي هي دي، هتاخد فيها الرسالات الكبيره دي، شايف دي كده اهي يا اسطى، هتطلع كده بالخط كده اهي يا اسطى، دي ونسخ كده. تعمل ايه بقى كده؟ تديها لاصق هنا كده في الرساله الالكترونيه اهي بس. تمام، طبعا عندك هنا حط رقم الضحيه، سايب لك انا اقول لك حط رقم الضحيه. حط رقم الضحيه مثلا انت في مصر، الرزاي دي 2 اللي دي فين زائد اللي هو رمز الدوله يعني. تمام، زائد 2 اهو، تكتب بقى بقيه الرقم 010 كذا كذا. تمام، ولا افترض ده مصر، انت السعوديه، تكتب رمز دولتك وبعد كده تكتب. تمام، انت السعوديه، مصر، لبنان، تونس، اي حد يعني حسب رمز دولتك مثلا. تمام، فهنكتب مثلا اقول لكم ده الرقم اللي هنجرب فيه. تمام، فاللي هو كده. تمام، طبعا زي انت مش شايف كده، تكتب الرقم هنا كده واديله ارسال. طبعا هيطلع معاك مش جيميل والرساله هتتبعت. تمام، طيب بعدها تدير الرقم هيطير. طبعا يا اسطى انت وحظك. تمام، بس هو الرقم هيطير معاك في اقل من ساعه او ساعتين، فالرقم هيطير معاك. تمام، بس هي دي كانت الطريقه يعني، والفيديو مش هكمل 4 دقايق زي ما قلت لك اهو. تمام، بس ابرودة كان فيديو النهارده، ما تنساش بقى تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك كومنت لو عجبك الفيديو. يا ريت كومنتات كتير من اخواتي. تمام، الكومنتات دي بتشجعني. يلا اشوفكم في فيديو جديد، يلا سلام.